وللحديث عن التظاهرات التي خرجت في بغداد والعديد من المحافظات للمطالبة بالتوظيف وعن القمع الحكومي لتلك التظاهرات، معنا من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا سيد علي. ما المبرر لهذا القمع والنهج الذي تتبعه السلطات الحكومية ضد متظاهرين لا يطالبون إلا بحقهم في التوظيف؟ يعني ما يحتاجون هم تبرير. القوات الحكومية وبكل مسمياتها، مكافحة شغب أو مسميات أخرى، ما يحتاجون يبررون ليش، لأن هم صاروا يعيشون حالة من النشوة الجوفاء باعتقادهم أن المظاهرات انتهت والاحتجاجات توقفت وتشرين ماتت. هكذا يتداولون حتى في مواقعهم، في منصاتهم، في مجموعاتهم. وبذلك اليوم هم تنتابهم نوع من النشوة. هذه النشوة تدفعهم إلى ممارسة قمع بنوع آخر، قمع مفرط، قمع مع قسوة. هذا كله طبعا عانى ما عانى من عند ثوار تشرين، طبعا نتيجة لتسلق وتبجح وادعاء الرئيس الوزراء السابق في مدعو مصطفى الكاظمي كون نتاج تشرين، وبما انه الطرف اليوم يشكل الحكومه عفوا محسوب على الطرف الاخر اللي هو الاطار، فلذلك توقع تشرين ماتت. نحن برغم كل هذا وذاك نجحنا بان نجيب انفسنا عن مثل هكذا مهاترات وتداخلات سياسيه عقيمه جدا ما بين كل هذه الاطراف، طبعا متمثلين بطرف الاطار اللي اليوم شكل الحكومه، والطرف الثاني بطرف الكاظمي وحليفه الذي كان اللي انسحب فيما بعد التيار الصدري. فلذلك اليوم هذه النشوه اللي يتوجهون بها يعني سرعان ما تتلاشى. نعم. سوف يصطدمون بجبل تشرين هذه المره. نعم. وليس ثوره تشرين فقط. وخصوصا حكومه محمد الشياع السوداني، نقول له أنت الآن بدأت مشوارك كرئيس حكومة مكلف دون أن تذكر وأن تتطرق في جدول أعمالك الذي قدمته أو بمشروعك لرئاسة الحكومة، دون أن تتطرق إلى شيء اسمه ثورة تشرين وشهداء تشرين ومطالب تشرين التي بالأساس نحن ليس لدينا مطالب، لكن واستبدل ذلك أستاذ علي، استبدل ذلك باستمرار نهج القمع ضد المتظاهرين، وهذا هو يعني الثابت الوحيد بين كل الحكومات السابقة حتى حكومة السودان الحالية. إلى أي مدى هذا القمع يدين هذه الحكومة ويفقدها مصداقيتها بعد الوعود التي أطلقتها بإنهاء البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية؟ لا توجد حكومة تسلمت السلطة في العراق من 2003 ولحد الآن هي حكومة صادقة. جميع الحكومات كذابة، جميع الحكومات فاسدة، جميع الحكومات سارقة، جميع الحكومات قاتلة. تقود هذه الحكومات على الإطلاق مجموعة من زعماء أحزاب فاسدين سراق فصوص. محمد الشياع السوداني اليوم احنا نجي نحاول أن نشوف مدى نجاحه من عدمه. محمد الشياع السوداني اساسا قبل لا يكلف كان موقف الثوره واضح حينما جسوا نبض الثوره، عندما طرحوا اسم محمد الشياع السوداني وتارة محمد توفيق علاوي وتارة عدنان الجرفي. محمد الشياع السوداني هذا الذي تبرأ من حزبه الذي اتى به واوجده وخلقه، حزبه خلقه، حزب الدعوه، تبرأ منه وقال انا مستقيل، والساحات هنا قالت نريد مستقل وليس مستقيم. هذا تبرأ من حزبه، فهذا يتبرأ ويتنكر من اقرب شيء. نعم. هذا الرجل، فاكيد احنا ما نتوسم خير لا بهذا ولا بمسؤول حزبه ولا بباقي الاحزاب اللي تحكمنا ولا كل احزاب السلطه. يعني احنا نلاحظ اليوم، انا اريد انه الفت نظركم ونظر المشاهدين، نشوف اليوم محمد الشياع السوداني من تكلف قبل ان ينال الثقه، من تكلف ولحد الان أكثر من 4 إلى 5 مرات يلتقي بالسفيرة الأمريكية، ويلتقي بممثل الناتو، ويلتقي بالسفير البريطاني. أستاذ علي، نعم، أشكرك جزيلا أستاذ علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبدير الثوري للتغيير، شكرا لك.